السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج مساحة للرأي. موضوع الساعة طبعا دخول الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسبوعها الأخير، ولم يعد يفصلنا سوى ساعات على انتهاء التصويت. وفي العادة كان من الممكن التكهن بالضيف الجديد للبيت الأبيض، ولكن يبدو أن قواعد اللعبة الديمقراطية في أمريكا قد تغيرت والموعد أصبح مفتوحا. فمع تصاعد وتيرة السباق الانتخابي الأمريكي لم تعد القضية هي هوية الفائز، بل قضية صراع أمريكي داخلي وتحذير من السيناريو الأسوأ في حال عدم القبول بنتائج الانتخابات، سواء من جانب المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن. وكلها تطورات دفعت المراقبين للحديث عن أن أمريكا لن تكون كما كانت قبل الانتخابات بصرف النظر عن الفائز. حول الانتخابات الأمريكية تدور حلقة اليوم مع الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. أستاذ أسامة، بنرحب بك في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا. لكن اسمح لنا أستاذ أسامة نبدأ بتقرير أعد الزملاء في أسرة الإعداد، ثم نعود في هذه الحلقة من برنامج مساحة للرأي. في ظروف عالمية بالغة الصعوبة والتعقيد، تكتسب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أهمية استثنائية، فالسباق الحالي إلى البيت الأبيض يتجاوز كافة التصورات، فقد شهد الاقتراع المبكر في الانتخابات إقبالا تاريخيا، حيث صوت حوالي 60 مليون ناخب أمريكي عبر البريد والحضور الشخصي، وهو ما يمثل أكثر من 6 أضعاف في عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الأمريكية عام 2016، كما تعد الأعلى منذ 100 عام. في ظل هذا المشهد، وعلى الرغم من إحراز المرشح جو بايدن ومن خلفه الديمقراطيون تقدما ملموسا في التصويت، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يعد مؤشرا على النتيجة النهائية للانتخابات. وفيما يشبه حرب الأعصاب، جاء رد ترامب سريعا باعتبار التصويت عبر البريد يفتح المجال لعمليات التزوير، وكلها أمور تثير حالة من الغموض وتجدد المخاوف من عدم التسليم بنتائج الانتخابات، نظرا لارتفاع الأصوات المرسلة عبر البريد والتي قدرت بالملايين بسبب فيروس كورونا. ووسط هذه الحالة من الشد والجذب وإعادة ترتيب الأوراق، تبقى المعركة الانتخابية على أشدها، حيث تشهد حالة من الاستقطاب بين الرئيس ترامب الطامح في ولاية ثانية والمرشح الديمقراطي جو بايدن، مما يحول دون التنبؤ بالفائز في الانتخابات الرئاسية. فالوضع المنقسم لم يترك مساحة للتوقعات، ولهذا يبدو أننا أمام انتخابات أمريكية استثنائية وسيناريو في مشاهده الأخيرة، وعلى الجميع الانتظار إلى ما بعد 3 نوفمبر القادم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج مساحة للرأي ومناقشة لأحداث الانتخابات الأمريكية مع ضيفنا الكريم الأستاذ أسامة الدليل، المحلل الجيوسياسي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. أستاذ أسامة، ماذا يعني التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية، وهل كان هناك سابقة في هذا الأمر؟ طبعا كان في سوابق حتى في 2016، والناس قارنت ما بين التصويت المبكر في 2016 وما يحدث حاليا، ولكن انخراطنا فيه التفاصيل الفنية لعملية التصويت مش هيعطينا أو مش هيبقى منتج أو أنه يعطينا مؤشر دقيق حوالين مين من المتوقع أنه يتولى البيت الأبيض. وعايز أقول في الحالة دي أنه آلية التصويت كانت موضع نقاش، برضو التصويت بالبريد كان موضوع نقاش، لا التصويت اللي هيجي بعد 3 نوفمبر ده كلام ابتدى النهاردة. في كلام كتير قوي حوالين العملية الفنية ذات نفسها. ما يعنيني هنا وأنا في مكان آخر، جغرافيا تانية، أنا في مصر، إيه نمط السياسة الخارجية اللي حيتم إنتاجه من واشنطن بداية من الشهر الجاي؟ تمام. خلاص عرفنا مين اللي حيكون الرئيس الجديد، سواء كان حياخد مدة جديدة ترامب أو حيجي جو بايدن. هنعرف بعد كده ايه الذي ينتظرنا يناير 2021 لما يحصل بقى الانوجريشن والحاجات دي. ده اللي شغلنا طول الوقت، اللي شغلنا
مش كمان اقعد ارصد تقارير الرأي العام، مش عارف هو تفوق في أنه جغرافيا في أمريكا، لا، أنا اللي يعنيني في النهاية المواطن الأمريكي يختار من يختار، وهذه قضية أمريكية داخلية تماما، احنا ما نشغلش نفسنا بيها، ولكن بنشغل نفسنا بحاجة واحدة بس، ما الذي تغير وما الذي سيتغير. تمام. طب أستاذ أسامة، يعني الفترة الماضية كان دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معروف سياسته، معروف توجهاته، معروف مواقفه وردود أفعاله. الجديد ربما أن يتم اختيار جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، هل تعتقد أن يكون هناك تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط في العموم وتجاه مصر بالخصوص؟ طيب، أنت هنا حضرتك أثرت قضيتين غاية في الخطورة. خليني في القضية الأولى قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك اللي حضرتك لمسته من العمق في الحقيقة، يعني أشكر حضرتك على كده. من قال أن أمريكا تقود العالم؟ هم يقولون ذلك. تتصور جماعات الضغط وجماعات المصالح أن هذا الرئيس هو الذي سيقود أمريكا التي تقود العالم، ويتصور الرئيس كأنما كان وضعه أن الجماعة دول هم اللي حيمكنوني من أن أخني أمريكا عظيمة وأنها حتقود العالم. الحقيقة أن فيه هنا لعبة خداع متبادل ما بين المرشح وما بين القوى الحقيقية التي تقف وراء هذا المرشح، وبناء عليه بيتصور الجميع مبدئيا أنه أمريكا تقود العالم. من قال في اللحظة الراهنة ومن زمان على فكرة، مش بنت ترامب الحكاية، قبل، من قال أن أمريكا تقود العالم؟ طب بلاش، احنا ما تأملناش الشعار أمريكا عظيمة من جديد، يعني فلتكن أمريكا دولة عظيمة أجين منين يا أستاذ؟ طب فين أولاني؟ فين فيرست؟ عشان يبقى فيه أجين يعني ما حدش ناقش. طيب التاني بقى بيتكلم على باتل، معركة من أجل روح أمريكا، هو حد بيتنازع هذه الروح؟ هل هناك نزاع على الروح الأمريكية ولا هي لمؤاخذة مفقودة حضرتك هتعمل معركة عشان تستعيدها؟ في الحالتين من قال أن هذه الدولة تقود نظاما عالميا؟ كان الكلام ده ممكن بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي وأصبحت أمريكا بالسفر في الظلمة، خلص شالت مسؤولية وقد فشلت فيها، ومش بس فشلت فيها، منافسينها كتروا وأصبحت عندها مشاكل لا حصر لها مع الصين ومع روسيا ومع أطراف أخرى متعددة في العالم، ومسألة سيطرتها على الأمن والاستقرار في العالم مسألة مشكوك فيها، والأخطر من ذلك فيروس لا يرى بالعين المجردة عمل اللي ما يتعملش في العالم، ولم تتمكن أمريكا من قيادة حتى الجهود الدولية، بالعكس دي انسحبت من منظمة الصحة العالمية ودخلنا في حاجات غريبة كده. أمريكا دي هي اللي احنا بقى متصورين إنها هتيجي بمجموعة سياسات خارجية ربما تحسن من المناخ الدولي في الأمن والسلم والاستقرار ومش كده، كل هذا كلام يبقى احنا واهمين لو انتظرناه من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه المشهد في العالم بيقول كلام تاني لما نبص على الجغرافيا كويس. الجغرافيا مهمة وهم الأمريكان عارفين كده، بل بالعكس أهم الناس اللي بتفكر في ما هو جيوبوليتكس ناس أمريكان، والناس دولت ناس واقعيين تماما وتفكيرهم السياسي مليان بالواقعية، وأنا كذلك أنظر إلى العالم بمنتهى الواقعية وأنظر إليه من الجغرافيا، مش هنقعد بقى في الحاجات اللي فيها نقاش. هل الرئيس اللي جاي يملك إحداث تغيير حقيقي في العالم؟ طب ما من باب أولى يعمل تغيير حقيقي جوه أمريكا ذات نفسها. تمام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إيه شكل الفرص والمخاطر المتوقعة من سياسات خارجية هتيجي من أمريكا؟ وخلينا نتكلم بوضوح، أنا وأنت وإحنا قاعدين في مصر ودي بلد جوهري ومحوري وخطير في شمال إفريقيا وفي كامل ما يسمى بالشرق الأوسط، بنحنقول عليه العالم العربي. إيه اللي احنا منتظرينه من تحديات وفرص حتى إذا جاء مثلا جو بايدن؟ لأنه في نغمة كده مش حلوة إنه جو بايدن جاي يبقى هتبقى فيه مخاطر، وإسرائيل عبرت عندها في مركز أبحاث إسرائيلي شهير يعني قال إن مصر تتحضر لفوز محتمل لبايدن وبتاع. نتحضر ليه يا أستاذ؟ احنا سياستنا واضحة ونهجنا واضح واحنا مش رهن بفوز هذا يعني، او ربما اسرائيل تكون بتصنع ما يعني برضو أزمة. ما هي اسرائيل أزمة يعني. اسرائيل في كل الاحوال متربح من اي حاله، وعلى اي حال شطار
طالما أنه عارف يتربح داخليا خلاص يبقى شاطر. لكن بالنسبة لي ما فيش محل من الإعراب لمثل هذه التحليلات يعني. لكن خليني أمشي مع النهاية. ما الذي سيأتي به جو بايدن وممكن يكون فيه تحديات للإدارة المصرية أو تحديات للعالم العربي؟ ترامب عمل لإسرائيل ما لم بالحرف ما لم كان يجرؤ عليه أي رئيس أمريكي. نقل السفارة إلى القدس، تشجيع للاستيطان، حكاية الاتفاق الإبراهيمي وإنه يبقى فيه أطراف متعددة في العالم العربي تقيم معاهدات سلام أو تطبيع علاقات، آخرهم كان السودان. يعني أصبح الموضوع متاح وبقى بيباهي. أنا عندي 5 دول عربية مؤكد وصولها، ده كلام ده يعني النهاردة أو امبارح، مؤكد وصولها لاتفاق مع إسرائيل، وهناك 5 دول أخرى يعني في الطريق. اتعمل لإسرائيل كل شيء. ليه جبت سيرة إسرائيل؟ لأنك عندما تتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه المنطقة، العنوان العريض اسمه إسرائيل. وهناك دراسة عظيمة جدا أنا بدعو كل الناس في الولايات المتحدة الأمريكية أفكرهم بها وفي العالم العربي، دراسة عظيمة لراجل اسمه ستيفن وولت وراجل اسمه جون ميرشيمر، والاثنين دول من كبار أساتذة العلوم السياسية اللي تلامذتهم بيتمخطروا في وزارة الخارجية وفي البيت الأبيض. اسمه اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية. هذه الدراسة دراسة خطيرة جدا، أثارت كثير من الجدل، ولكن في النهاية العنوان العريض للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يخص هذه المنطقة اسمه إسرائيل، ووقف وراء منه بقى مجموعات ضغط ومصالح وحاجات كده. تمام. طيب حلو، اللي اتعمل لإسرائيل ما اتعملش أبدا في ظل ترامب. مين إيه اللي هيعمله جو بايدن؟ جو بايدن في التصريحات قال إنه جنب السفارة الأمريكية اللي اتحطت في القدس هنحط سفارة تانية أو قنصلية، تمهيدا إن احنا في القدس الشرقية تبقى عندنا قنصلية للفلسطينيين، أي أنه مع حل الدولتين مش مع حل الدولة الواحدة اللي بيطرحه ترامب، ومش كده وبس، وبيعزز فيه قوي. طب ما هو ده تحدي لإسرائيل مش ليه يعني. المسألة دي تتعلق بقى بتعقيدات فوز بايدن على إسرائيل وعلى نتنياهو وعلى العالم موجودة دلوقتي. بس كمان واقف ورا الرؤية دي اللوبي الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يروا إن كل ما هو حادث الآن خطر على إسرائيل. تصور كل المبادرات وكل هذا المناخ اللي بيترتب حوالين إسرائيل، فيه ناس في أمريكا من غلاة المتطرفين شايفين إنه خطر كبير على وجود دولة إسرائيل. أنتوا أحرار، هيجي بايدن هيعيد الترتيب الحكاية براحتك، هتخش في خناقة يعني مع إسرائيل تفضل. ولكن أيضا هيكون لده تأثيرات وتداعيات أخرى، خصوصا وإنه فيه نوع كده من أنواع الاتجاه لاختراق القانون الدولي. لقينا الكلام ده في إدارة أوباما، وبقصد بالتحديد التدخل في الشؤون الداخلية للدول. على سبيل المثال دعم جماعات بعينها لإحداث الفوضى وإعادة الهندسة الاجتماعية، لا خلع الأنظمة وتغيير الأنظمة، كل دي فلوس دفع الضرائب الأمريكي. استخدمت في استخدمت أثاروا الفوضى في المنطقة، نعم. وصلت الحاجة، مكنت الإسلاميين، أشكرك. ده كان غايتك ولا كان غايتك ضمان أمن إسرائيل؟ 1 2 إعادة رسم الخرائط بما يتواءم مع مصالحك أنت كالولايات المتحدة الأمريكية، مش مصالح أهالي المنطقة يعني. إعادة رسم الخرائط على أساس عرقي وعلى أساس ديني وطائفي، وأنت عايز تقلب المنطقة إلى دويلات أكثر عددا يعني، وتنسى الخرائط اللي موجودة على أساس أن اللي رسمها الاستعمار البريطاني والفرنسي. حاضر يا سيدي، وفشلت وسلمت العراق لإيران تسليم، بنسميه في مصر تسليم أهالي، هو ديليفري يعني، تسلم لإيران العراق، وسلمت المنطقة لكل أشكال التطرف اللي أنت كنت بتعاني منه من 11 سبتمبر. قول لي أنت كنت بتعمل إيه؟ فين الهدف؟ كان الهدف هو ضمان امن اسرائيل، فهل تحقق؟ ما هي دي القضيه. تمام. في ما فيش وضوح ولا دقه ولا فيه غايه ولا فيه نصر بيتحقق. تمام. فانا الان من هذا او ذاك ليه؟
بالعكس أنا أتحدث عن مشهد عبسي بنتفرج على شو كأنه برنامج ترفيهي، وفي البرنامج الترفيهي ده في النهاية في حد هيقعد في المكتب البيضاوي، وحنشوف بقى بعد كده المسرحية الجديدة في صلع هتبقى شكلها عامل إزاي، وهنقعد كلنا ونتسلى لأنه ما فيش جديد احنا ما كناش نعرفه يعني. تمام. طب اسمح لنا استاذ اسامه نثري هذا الحوار من خلال تقرير اعد الزملاء عن اراء بعض الزملاء من الكتاب والصحفيين حول الانتخابات الامريكيه، ثم نعود في هذه الحلقه من برنامج مساحه للراي. مأمون فندي، رغم ان الانتخابات الامريكيه تحظى باهتمام عالمي، فان العالم لا يحظى بذات الاهميه لدى الناخب الامريكي، وتبقى السياسة الخارجية دوما هامشية في الانتخابات الأمريكية، وهذا ما يفسر غياب الشرق الأوسط عن المناظرات الرئاسية بين ترامب وبايدن. عبد المنعم سعيد، هناك سيناريوهات عدة تنتظر الرئيس القادم إلى البيت الأبيض، فالمشهد هذه المرة هو الأصعب والأخطر في التاريخ الأمريكي، فلم يكن مستقبل الولايات المتحدة غامضا كما هو الآن. خير الله خير الله، أهمية إدارة ترامب تكمن في أنها تعاطت مع الملف الإيراني بطريقة مختلفة كليا عن سابقاتها، فقد فرضت قواعد جديدة سيكون من الصعب على جو بايدن الخروج منها أو الذهاب بعيدا في التساهل مع إيران. هنري كيسنجر يحذر الساسة الأمريكيين من أن بلادهم في حاجة إلى طريقة جديدة في نمطية التفكير السياسي، ولن تفيد الحالة الانقسامية التي يشهدها المجتمع الأمريكي، فالعالم على حافة حرب قد تشتعل في أي لحظة. يتعين على الديمقراطيات في كل مكان بالعالم أن تستعد لاحتمال حدوث نتيجة متنازع عليها ومليئة بالمشاحنات والفوضى في ظل غياب تام للأفكار والبرامج السياسية في أهم انتخابات أمريكية في الذاكرة الحية. عبد الله السناوي، الجميع في لحظة ترقب ما يحدث قبل تسليم السلطة في أمريكا وبعدها، ومدى التصدعات المحتملة في بنية المؤسسات الأمريكية وتأثيراتها على موازين القوى والمصالح في العالم، ويتساءل لمن قيادة النظام الدولي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل. الأستاذ أسامة، يمكن من ضمن الأمور التي تلفت النظر وجود هنري كيسنجر في بحر السياسة الأمريكية حتى هذه اللحظة، وله أراء قيمة متعلقة بأنه بيتحدث عن نمط التفكير السياسي. يمكن كنا قبل التقرير بنتحدث عن أن ما فيش جديد يمكن في الانتخابات، لكن هو في جديد في الحقيقة برضو. بعض الناس بتتحدث عن احتمالية أن ينشأ صراع مع رفض دونالد ترامب لو كان خسر في الانتخابات الأمريكية لنتائج الانتخابات واتخاذه إجراءات غير طبيعية أو غير عادية أو غير يعني ممكن ما يعترفش بالنتيجة ونخش. هل هذا ممكن يعني؟ هل بالفعل ممكن هذا ممكن أو وارد؟ ممكن، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، وفي آلية في القانون الأمريكي وكل حاجة، ولكن إيه تداعيات ده على الأمن واستقرار العالم؟ ما هذا الموضوع. أنا لازم أفرق بين قضيتين، بين قضية الانتخابات كونها شأنا أمريكيا خالصا ما يخصنيش، وما بين نتيجة هذه الانتخابات وما سيترتب عليها من سياسات خارجية قد كانه قد تؤذي مصالحي. كل واحد عمال مستني، اللي عنده خناقة مع إيران مستني يا ترى مين اللي جاي، لأنه بالتأكيد لو جاء جو بايدن المشاكل اللي عملها ترامب مع إيران والضغوط والانسحاب من الاتفاق النووي، الكلام ده هنرجع تاني للاتفاق مع إيران، ومن ثم أن تترك لإيران اليد الطولة في المنطقة، ونرجع للتهديدات اللي بتعاني منها منطقة الخليج. طيب ده الناس شايفة، الناس شايفة مصالح أخرى. طيب ماذا عن تغيير الأنظمة؟ الناس بتبص على الملف السوري، الناس بتبص على الملف الليبي، انت عندك ملفات كتيرة مفتوحة. ايضا هذه الخناقة اللي اتعملت مؤخرا ما بين فرنسا وتركيا، ودخلنا بقى في عنصر الدين في العلاقات الدولية، ودخلنا في موضوع انا اتصور انه قابل للنقاش، مش قابل، ولكن قابل للنقاش في بيئة عقلانية، لانك لما بتتقل من الجغرافيا من على الارض اللي انت واقف عليها الى معارك في السماء دماغك بتطير، ما بيبقاش عندك حقائق او يقين الحكاية في الارض ولا في السماء. وعلى فكرة نفس الاشكال،
فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، أقول العربي الإسرائيلي ولا أقول الإسلامي اليهودي، لأنه بيحلو للبعض أنهم يحولوا الصراع إلى صراع في السماء مش في الجغرافيا، رغم أن الخناقة كلها على أراض سرقت، ما هياش متنازع عليها، هي أراض احتلت وسرقت. سماء، يمكن في عامل مهم جدا بعض الناس ما انتبهتش بشكل كبير، يعني بطبيعة الحال في سباق الانتخابات الخاصة بالأحزاب البعض يكسب والبعض يفوز، ليش؟ ولكن الذي يخسر في الغالب بيذهب بتأييده ومناصريه إلى المنتصر، يعني كنوع من الالتزام الحزبي. يمكن كان في متغير أن أحد المرشحين وهو بيرني ساندرز يهودي أعلن صراحة أنه اشتراكي، يعني قال أنه رجل اشتراكي، ويمكن دي أول مرة في الولايات المتحدة يذكر هذا المصطلح، وكان مصطلح محرم في فترة من الفترات يؤدي إلى لا أصبح فيه كمان مصطلحات أخطر شيوعي كمان. بالضبط، يعني هذه المصطلحات في فترة الثلاثينيات كان الـ FBI عندما إنشاؤه كان بيقبض على الناس وبيتخذ إجراءات شديدة، لكن بيرني ساندرز صرح مباشرة أنه اشتراكي، وكان هو طبعا ليه مناصرين كثيرين، وبالتالي أصبح هذا المعسكر الديمقراطي في جزء منه جزء ينتمي إلى الاشتراكية. يعني هل تعتقد أنه في حال فوز هذا المعسكر أن يكون هناك اختلاف من سنة أو من سنتين في نمط التعامل؟ من سنة أو سنتين أريد بعض التحليلات الصادرة من مراكز الأبحاث أو Think Tanks الأمريكية، بعضها كان بيقول أنه يعني أمريكا على مبعدة جيل واحد من أن تكون دولة اشتراكية. نعم. إيه الحكاية؟ عدم المساواة، انعدام المساواة، مسألة التمييز العنصري ضد السود والأخيره، التمييز ضد المرأة اللي لازال موجود، وبالذات فيما يتعلق بالمساواة في الأجور، هناك قضايا اجتماعية كتير جدا جدا مهدت الأرض إلى أن يبقى فيه ناس بتفكر بشكل راديكالي متطرف وبشكل كافر بكل آليات اقتصاد السوق والرأسمالية، والحقيقة أن الرأسمالية فيها مشاكل كبيرة جدا جدا. فكل هذا الكلام قد يمهد، نعم من الممكن أنه يحصل تحولات في هذا الاتجاه. ترامب ذات نفسه في الخطاب الانتخابي بتاعه كيف يصف الجناح الآخر؟ راديكاليين واشتراكيين، يعني اللفظ ده طلع وقال كتير على التطرف بتاع الجماعة الديمقراطيين. انت قدام قضايا في قضايا بهذا الشكل احتمال يوجد احتمال. هل من الممكن ان احنا نصل الى هذه المرحلة في 10-15 سنة في المجتمع الامريكي؟ من يدري، لكن احتمال وارد، ما فيش حاجة مش واردة. كل ده برضو هل معنى ان يصطبغ المجتمع الامريكي باي صبغة ان ده معناه ان يسود في العالم؟ ما يحرص عليه بعض الجماعة اللي عايشين في الايدياليزم، يعني انه القيم الامريكية لابد ان تسود في العالم. مين قال هذا الكلام؟ مين قال من يتكلم عن حتميته؟ ومين قال انها قيم عظمى وهي دي اللي ما فيش بعد منها كلام يعني؟ ومن قال انه العالم مكره على هذا وحتعمل ده بالعافية وبالحروب وبتغيير الانظمة وبالتدخل في الشؤون الداخلية؟ لا، يعني أنا أتصور أن هذا النمط اللي هم ذات نفسهم بيسموه الغطرسة، غطرسة القوة، أفتكر أنه ثبت فشله من أيام بوش الابن لحد النهاردة يعني. طب ما نجرب كلام تاني، يعني خلينا نقف عند الكلام اللي قاله هنري كيسنجر، الرجل بيطالب بتغيير في العقلية السياسية، في العقل ذاته مش في السلوك كمان، في العقل في الفكر. وأنا أتصور أن هذا الرجل رغم ما عليه، يعني ده نتكلم فيه للصبح يعني، إلا أنه عنده نفاذ. لما حتى نقرأ الكتاب الأخير بتاعه بتاع النظام العالمي الجديد نلاقي أنه عنده رؤية، وأن هذه الرؤية بتستند إلى تحليل حقيقي. أنا عندي عناصر للتحليل بتقول إيه اللي هيحصل وهيحصل ليه. فهذا الكتاب ينبغي النظر إليه بطريقة دي. طيب الرجل طالب بتغيير، إذن أنت وصلت إلى فشل ذريع، وأن هذا الفشل أساسه العقل الذي ذهب بك إلى الكارثة. العقل الذي يذهب بك إلى الكارثة مستحيل يرجع بك منها، أنت محتاج عقل تاني، وهذا ما نحن فيه. هذه الانتخابات اللي قدامها يوم الثلاثة اللي جاي بالنسبة لهم هتقول لنا مين اللي هيقعد في البيت الأبيض أول عن آخر. لكن هل فيه تغيير حقيقي من الممكن أن العالم يلمسه من هذه الانتخابات؟
هل من الممكن انه يكون في امن واستقرار في العالم؟ ممكن يبقى فيه نموذج جديد لنظام عالمي جديد؟ اشك في هذا. نعم. لكن المعسكر ايضا الديمقراطي له اتهامات وجهها لترامب. بيتهمه بتأجيج العنصرية و... وان امريكا بقت بلدين. ادخال الدين. ادخال الدين هو طبعا. يتحدث دائما عن الانجليين الطيبين. بيخاطب دائما طائفة الواسب الوايت انجلو ساكسون بروتستانت. هو دائما يخاطب المفروض ان ده الامريكا كما لو كان هو رئيس لهذه الفئة او الطائفة. كما لو كانت اصبحت جماعة يعني. مما نعاني ما انت تعلم طبعا بنعاني في الشرق الاوسط من هذه الشكلية. حضرتك تفتكر منظمة عنصرية اسمها كوكلوكس كلان كي 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 الجماعة اللي كانوا بيحرقوا السود احياء دول وبتاع رجعوا تاني واصلحوا تاني في الواجهة وعين عينك بقى بقت في ناس يعني كان حتى في جماعة كانت بتحاول تخطف رئيسة حاكمة احدى الولايات الامريكية. يعني هل تعتقد اذا فاز ترامب ان يعني يتنامى هذا الاتجاه في اللحظة الحاضرة اللي انا وحضرتك قاعدين فيها في عملية انتشار بتحصل للقوى الأمنية حوالين المباني الحكومية المهمة لأن هناك تحليلات أمنية قالت إن في أنواع كتير من الاحتجاجات هتنشأ بمجرد إعلان النتيجة. يعني المجتمع الأمريكي ذات نفسه مش هيقنع بهذه النتيجة جت هنا أو جت هنا وإنه هيحصل نوع من أنواع الانفجار الاجتماعي متوقع. واللي حصل امبارح بتوقيتنا احنا في الرجل اللي قتلوه قوات الشرطة الاسود اللي كان ماسك في ايده سكينة. لا ده لسه ده واحد جديد خالص. تمام. فالرجل ده فيلادلفيا افتكر الرجل ده أجج من جديد المشكلة بتاعة حياة السود مهمة وبتاع ودخلنا ده لسه عندنا مصيبة تانية الجماعة الهسبانيك لا ده في حاجات كتير. والأنيل من ذلك في الحقيقة انه آن الاوان ان ننظر الى امريكا كعبرة مش كموديل نمشي وراه. تمام. مش كنموذج وقدوة تحتذى لا كعبرة نستفيد من اللي حاصل نبص كويس على كيف يتم فشل الامم. هم ينظرون الينا ويقولوا شوفوا كيف تفشل الامم وده حصل في كتاب بالاسم ده بالتحديد الف واحد امريكا واحد تركي واشتغلوا فيه على المصريين على فكرة ولكن يعني ده قريبا ده الكلام ده من كام سنة وكانوا يتحدثون عن 25 يناير وحاجات كده. ما هو برضو في احتمالات كبيرة انه عناصر من الاخوان زي ما كان فيه هما عبدين ومعرفش مين في ادارة اوباما ان احنا نلاقي العناصر لمرة اخرى منورة في البيت الابيض عادي. احنا بننظر ايضا كيف تنهار القوى العظمى كيف تفشل الدول كيف تنهار المجتمعات. ممكن نقعد نتفرج ونعتبر امريكا عبره. وعلى فكره انا هنا عايز بس الناس تفوق معايا شويه. امريكا اذا كانت امبراطوريه فهي امبراطوريه في دماغك انت. تنشا الامبراطوريات في تخيلاتنا ليست على الارض مش على الجغرافيا. ما فيش حاجه اسمها امبراطوريه. بتنشا الامبراطوريه في اللحظه اللي حضرتك بتسلم فيها لهذه القوه وهذا النفوس. لو ما سلمتش ما حصلش حاجه. ما فيش اي حاجه خالص هي مجرد قوه اقليميه يعني. فبص كويس علشان تعرف كيف انهارت مثلا روما القديمة وبص على أمريكا الحالية يعني قابل الصورتين. انهارت روما العظيمة الإمبراطورية اللي ما توصفتش إزاي وليه وبص كويس على الولايات المتحدة الأمريكية قبل منها بص على الاتحاد السوفيتي. انظر إلى الصين الآن مشكلتهم إيه مع الصين. يعني الصين اللي إحنا داخلين معهم في حرب تجارية كأمريكا طب هيجي بايدن هيعمل إيه مع الصينيين؟ ما هو الراجل قال له ترامب قال له اذا فاز بايدن امريكا الصين هتفوز خلاص هو خلص. طيب هو فين الحرب؟ هي فين الصراع؟ فين الحكايه؟ الحكايه انه الصين بما انتجته وما قامت به من الاعيب خطيره جدا على الساحه الدوليه ما قالتش انا امبراطوريه لكن فعليا هي عملت شغل الامبراطوريات وهددت النفوذ الامريكي في المنطقة. طيب انت دخلت معهم في حرب تجارية الشركات والمصنعين الكبار بتوعك في امريكا بينتجوا جوه الصين والشركات الصينية فلوسها معمرة وول ستريت يعني مشغلة لك الاقتصاد بتاعك. لو حصل فضل الارتباط اللي هم بيسموه في ادبياتهم ديكابل لو حصل ده هتحصل مصيبة سودة.
يعني عموما احنا في الانتظار، لكن انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من مساحة للرأي. في الختام أشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والمحلل الجيوسياسي الأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية للأهرام العربي. شكرا جزيلا أسامة الدليل. لكن انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب.